حضوري بمدينة فاس. أول شيء كنشكركم يا معشر الصحفيين الجميلين، الله يعطيكم الصحة كلكم، فريمون برافو أنكم درتوا واحد المجد باش جيتوا أنكم حضرتوا معنا، حيت أنتم واحد جسر تواصل بيننا وبين الجمهور المغربي. واليوم كان حفل جميل في مدينة فاس، مدينة جميلة جدا، عندها واحد الجمهور سميع، جمهور ذواق. كان واحد التواصل بيننا وبين الجمهور، تواصل جميل جدا، وفرحان أن نكون في هاد اللمة الجميلة اللي فيها الموضة وفيها الفن أيضا. فيا ربي الله يكثر أفراحنا وسهراتنا وأعراسنا من طنجة للقويرة. بيان سور مدينة فاس فيها واحد الطلب، يعني كاين طلب، كاين جمهور يعني متعطش لجميع الثقافات والموسيقى والألوان الموسيقية، ولكن كما قلتي انه كاين ممكن ما كاينش واحد الكثر ديال المحافل الفنيه ومكثر ديال المهرجانات. نقولوا مثلا ممكن من بعد كورونا، من بعد الاجواء اللي مرينا منها، يعني ما يعني كورونا ما سهلاش، يعني كل شيء تاثر، ولكن نتمنى انه ان شاء الله الوقت اللي جاي ان شاء الله، او الاشهر اللي جايه، او هذا الصيف الجاي ان شاء الله، انه فريمون نشوفوا فاس كترجع لهذيك القوه ديالها الفنيه والثقافيه، لانه تبارك الله فاس هي عاصمه ثقافيه كبيره بزاف. بحالي بحالك كنتسنى فوقاش انه فريمون تبرمج المهرجانات ديال هذا العام في المملكه الحبيبه. نتمنى ان هذا العام يكون واحد الكم ديال المهرجانات اللي نقدروا فريمون حنا كفنانين المغاربه انه نعاودوا نتواصلوا مع الجمهور المغربي، نعاودوا نقدموا الاعمال الفنيه ديالنا، نعاودوا نغنيوا الاغاني المغربيه اللي فريمون المغاربه كلهم متعطشين ليها. نتمنى وان شاء الله فيا ربي هذا العام ما تكونش شي كورونا ولا شي جدري ولا شي بلان يخرج من الجن. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.